أخبار اليوم. أنا متصورة إنه مهم قوي يكون لو إحنا لازم نقرر هل إحنا عاوزين إنه المؤسسات المملوكة للدولة تقدم فيها كل الخدمات، ولا عاوزين إنه يكون زي ما بيقولوا ليفل بلاين فيلد، يعني الأرض ما بين الاثنين مستوية والملعب مفتوح للجميع. طبعاً إن أنا آخد مواصفات أقل وجودة أقل وفساد ده غير مقبول، لكن أنت برضه القطاع الخاص هيقول لك ما لو الحكومة اللي هي أكبر واحد بيعمل مشروعات هيدي بس للحكومة، ما هو القطاع الخاص هيفلس برضه، أنت القطاع الخاص هو أكبر مشغل دلوقتي. فهي المسألة محتاجة توازن وتشريعات وشفافية تخليك تحصل على أفضل استثمار للجنيه. أخبار اليوم اديتهولي، هروح لأخبار اليوم. الشركة الخاصة بتاعت الأستاذ محمد الهوالي اديتهالي أروح لها، وخليهم يتنافسوا في تسوية ومفاوضاتنا مع المؤسسات الصحفية المديونة. قلنا لهم إن إحنا في كل الاتفاقيات الجديدة هنعمل الطباعة في المؤسسات الصحفية اللي عليها لينا فلوس، بس عملوها دلوقتي عشان تمشي حضرتك. بس هناخد نص فلوس. أنا مع حضرتك، بس لا رأوا حاجة. أنا طبعا أنا بعيد عن الكلام ده لأن أنا ما عليهاش مديونية. لما بقول لحضرتك عشان يبقى في انتظام ما عندوش سيولة، فلازم تدوله على أقل ما يعادل مستلزمات الإنتاج، ويبقى القيمة المضافة اللي بيعملها بالطباعة. لا احنا قلنا هنديله مستلزماته وهنديله حاجه بسيطه قوي ربح، والباقي ناخد احنا. سبب ايه؟ ما فيش حاجه غلط اللي حصل، لان هو بينزل بيها جدا 5% يعني لفوق التكلفه في غير الحاجات الثانيه 5%. مشكله المؤسسات الصحفيه او الصوره في عيني عدد العماله اللي فيها كبير جدا، الارقام اللي بيقولوها لي غير عاديه. المؤسسات اوضاع نيويورك تايمز وواشنطن بوست فيهم عدد كبير جدا خلاص قطاع مريض. هقول لحضرتك حاجه، لا نيويورك تايمز مش مؤسسه، جريده. احنا عندنا الفرق مختلف، ما فيش 12 اصدار، ما فيش مطابع، ما فيش توزيع، ما فيش توزيع شركه ده حاجات موروث وبعد بالظبط كده كله. انما المساله مختلفه. ما فكرتوش تفصلوا الحاجات دي في صوره شركات؟ هي كانت شركات بس بوظوها مش احنا، هما ملاغوا المؤسسات فاتلغت ساعت على بعض. اقول لحضرتك احنا ما نقدرش نقول المؤسسات القوميه زي ما اقدرش اقول الشركات المصريه، هي كيس باي كيس محتاجه دراسه ومحتاجه احنا عندنا هنا حد ستراكشرال. هي كلها انا محتاج ليا فلوس عند الدوله مثلا في حاجات معينه ما بتدفعش، او حاجات كده على وزاره الماليه عندهم حاجات. انا عايز كاش ماني عشان اشغل المستلزمات الانتاج واشغل واستثمر الاصول اللي عندي، اعرف استثمرها. احنا في مؤسسه واحده، احنا اتشفط فيها فلوس واتخربت ايام الاخوان واصيب ادارات ما فيهوش سرقه، المساله مش يعني عشان الواحد يبقى انما خربوها. احنا عايزين تدفقات نقديه لفتره معينه عشان اقدر ادور الانتاج واستثمر الاصول والمساله تمشي، والسوق لما يتحسن الاعلانات يعني هتزيد. حضرتك سالت سؤال مهم بقى، عشان انا حاسه ان انا طولت عليكم وسهرناكم. السؤال الخاص بالكيانات اللي بتمارس انشطه الجمعيات الاهليه وليست مسجله وليست مشتركه. احنا لما جيت انا لقيت ثلاث مسودات لقانون الجمعيات، واحده في 2012، واحده في 2013، واحده في 2014، اخر واحده كانت معموله في فبراير 2014. كل ما مسودة من هذه المسودات المجموعة اللي عادتها، أعتقد إنها أفضل مسودة في التاريخ، وإن هي منزلة ولازم تدخل زي ما هي كده وتطلع بقرار من رئيس الجمهورية فورا. أنا شايفة إن هذا القانون قانون مهم جدا، ولكنه ليس قانونا عاجلا لازم يصدر من المجلس النواب المنتخب. الحاجة الثانية إنه هناك ضغوط كثيرة جدا طبعا من بعض الجمعيات والكيانات اللي بتشتغل في مجالات بعينها، مش عاوزه اي رقابه من الدوله على التمويل اللي جاي لها من بره، او مش عايزين اي رقابه سابقه، يعني مش عايزين. هو الدستور نص على انه تشكيل الجمعيات يكون بالاختيار، واحنا ملتزمين بما جاء في الدستور. ولكن الدستور ما نصش انه ما يبقاش اي رقابه سابقه على التمويل الاجنبي. العالم كله النهارده قال بريطانيا بتراجع قانون المجتمع المواطن والمجتمع المدني في بريطانيا علشان يراقب على التمويل للجمعيات، لانه التحديات او التحديات الخاصه بالامن القومي والتحديات الخاصه بحركه الاموال اللي هي بيقولوا عليها كروس بوردر ما بين العابره للحدود اللي ممكن تهدد المجتمع كبيره جدا. وبالتالي احنا مطالبين كدوله وان احنا نشجع جمعيات الأهلية
ندعم المجتمع المدني. المجتمع المدني احنا ما نقدرش نستغنى عنه، الجمعيات الاهليه اي مجهود كبير جدا. الجمعيات الاهليه يا جماعه شالت البلد دي في اوقات كثيره جدا وسدت فجوه ونقص في الخدمات اللي تقدمها الحكومه. احنا عندنا مستشفى سرطان الاطفال 57357 دي جمعيه اهليه. المستشفى الخيريه للعجوزه احنا من زمان عندنا تاريخ في تقديم خدمات صحيه، في تقديم خدمات تعليميه، مدارس كثيره جمعيات بتديرها، مستشفيات كثيره جمعيات بتديرها، حتى المسانده الماليه لكثير من الاسر الفقيره جمعيات بتعملها. حب الخير والعطاء ده جزء من المجتمع، ففكره الحصول على تصريح لجمع المال داخليا احنا بنشجعها، لكن احنا راينا انه لازم لما تجيب فلوس من بره في هذا التوقيت بالذات والتحديات اللي بتقابلنا لازم هذا التمويل يكون مراقب. طبعا ده غير مقبول لبعض العاملين عددهم يمكن 20 يمكن 25 بيتصلوا بجهات دوليه وبالخارج وبالسفارات ويصوروا الوضع على انهم محاصره للجمعيات الاهليه وللعمل الاهلي. مش في ذهننا خالص محاصر ولا في ذهننا ان احنا نتعامل باي في اي اطار خارج عن القانون او باي اشكال يعني غير متفقه مع الدستور او حتى مع اتفاقيات مصر الدوليه، لكن مفيش في العالم حد يقدر يمنع حكومه او دوله من انها تراقب التمويل الاجنبي اللي داخل ومصاريفه بيصرف عليها. ف يعني احنا في مسوده قانون بيشتغل عليها مجموعه من الجمعيات الاهليه، هذه المسوده بتحط تعليقات حوار مجتمع استمر لمده 4 أشهر في صوره واحده. انا متصوره ان مهم يكون في حوار مع الاحزاب والقيادات السياسيه حوالين هذه المسوده، ان يكون هناك حوار مع الوزارات المختلفه اللي بتتعامل مع الجمعيات الاهليه، التعليم، الصحه، البيئه، كل وزاره الثقافه. يعني ده مثلا 8000 جمعيه بتشتغل في مجال الثقافه، فاحنا محتاجين يكون في حوار مع الوزارات، حوار مع الاحزاب زي ما عملنا حوار مع المجتمع المدني، ونطلع بمسوده تحافظ على هذا المجتمع وتحافظ على هذه الدوله، وفي نفس الوقت هذه المسوده تطلق قدرات المجتمع المدني وتيسر على المتطوعين حياتهم. فما فيش في ذهننا اي اجراءات تعسفيه ضد الجمعيات، ولكن احنا حكومه عازمه على اعمال القانون. محدش يقدر يقول لي ليه عايزه تطبقي القانون فيه، ويقول لك طب تطبقي القانون ليه ما تستني ما القانون الجديد يطلع. لا، انا عندي لسه انتخابات هتحصل ولسه قائمه كبيره من القوانين اللي عرضت هتعرض على مجلس النواب، وبعد كده لما ياخد دوره في الرول ويدخل مجلس النواب ويتناقش هيبقى في وقت 6 شهور على الاقل للائحه التنفيذيه. مش هفضل انا سايبه البلد كل واحد بيجي. احنا النهارده بنعرف من الجرايد انه يقول لك تم القبض على الناس في شقه بيغمروا الاطفال في ميدان التحرير والعماره وحاطين عليها رابط الجمعيه وهم اللي جمعيه واللي يحزنوهم. وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نعمل القانون وما نخافش، واللي ما بيعملش حاجه غلط مش هيخاف. بس.